أهلا بكم. شارك الآلاف من المواطنين في التظاهرة التي انطلقت في ساحة التحرير وسط بغداد أحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه. وتوافد الآلاف منذ ساعات الصباح الأولى إلى ساحة التحرير قادمين من محافظات عدة لأحياء الذكرى منددين بالحادثة التي عدوها خرقا لسيادة العراق. وطوال ليلة الماضية استمرت تجمعات المواطنين بتأبين الشهيد المهندس ورفاقه في موقع عملية الاغتيال، كما اكتظ شارع مطار بغداد بأعداد هائلة من المشاركين بفعاليات الذكرى. هذا التجمع المليوني من جميع محافظات العراق جاء من أجل إرسال رسالة بأنه نحن سائرين على نهج الشهيد وعلى دربه، وسوف نستمر ونكون فدائيين إلى العراق وإلى الشعب العراقي. اليوم فعالية مهمة، فعالية قام بها الشعب العراقي. اليوم شهدت بغداد خروج العديد من المواطنين في سبيل إحياء هذه الذكرى، هذه المناسبة، ذكرى استشهاد قادة النصر، القادة الذين انتصروا على الإرهاب العالمي. كانت لهم المساهمة الكبرى في تحرير العراق، إضافة لأنهم جهودهم على المستوى السياسي والاجتماعي، ومشهودة لهم مواقفهم البطولية والاجتماعية لكافة الشعب العراقي بكافة أطيافه. هم قادتنا. ثانيا صنعوا الانتصار، ضحوا بأنفسهم. لا نقدر وصفهم يعني بكلمات قليلة. أنا من باحة طالع من الموصل، من الموصل جاي نستنكر عمل الجبهة. دورهم متميز جدا، حاربوا داعش في كل مكان، في عقر دارهم،